السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو قضية موضوع تربية الخيول في ولاية تيارت، لأن المناسبة هي افتتاح أكبر جامعة للبيطرة، يعني ميدان طبي الحيواني في الجزائر، وواحدة من أكبر المدارس في إفريقيا. وبدليل الصور اللي عندي اللي راهي في حوزتي واللي رانا نشوفوا فيها، حيث انه سوف يتم افتتاح اكبر جامعه بيطريه في الجزائر تعتني بتربيه الحيوانات بصفه عامه. وهذه الجامعه هي مهمه، علاش؟ يعني نقدر نقولوا مدرسه عليا او جامعه او كليه للطب الحيواني. هذه الأهمية تاعها علاش؟ يعني تكمن في كون ولاية تيارت، الخصوصية تاع ولاية تيارت، واللي هي مختصة في تربية الخيول منذ القدم، وكذلك تربية المواشي اللي نعرفه باللي ولاية تيارت فيها رصيد كبير من الخيول والمواشي. إذن هذه المدرسة البيطرية تعتبر هي الإضافة العصرية، ستضفي الطابع التقني والطابع العلمي للتربية هذه تاع الخيول خاصة. لكن ما يعاب على المدرسة هذه هو الجانب تاع الأشغال، لا فينيسيون في المدرسة هذه تعتبر ضعيفة. وممكن أنا هذا كنصيحة للمسؤولين في ولاية تيارت، ممكن المدرسة هذه تغلف بالسيراميك في المستقبل باش تمد صورة جميلة جدا للمدرسة هذه، والصورة مهمة جدا. ما هي النتيجة؟ ما هو الهدف؟ ما هي الثمار التي سوف نجنيها من تطوير وعصرنة يعني القطاع تاع تربية الخيول خاصة في ولاية يارت؟ هو أنه لازم نلحقوا النتيجة، أنه الخيل نتاع تيارت يصبح ماركة مسجلة في العالم. لازم نلحقوا النتيجة نتاع يصبح الخيل تيارتي يباع في أكبر الأسواق العالمية. يعني مدن ممكن احنا إذا كان عندنا تربية علمية وعندنا نمد صورة إيجابية، تخيلوا لو كان هذه الصورة نتاع المدرسة هذه العليا للبيطارة توصل إلى أمريكا وإلى كل دول العالم وإلى أوروبا وإلى دبي في دول الخليج، قال هذه مدرسة نتاع البيطرة في ولاية يارت لتعتني بتربية الخيول وتربية يعني كل ما هو في الماشية من جمال ومواشي وإلى ذلك. فهذا يعتبر صورة، تمد صورة إيجابية، فنبيع الخيل التيارتي في أكبر الأسواق العالمية. وهذا هو يعني النتيجة، الهدف اللي نحن نحب نوصل له، بغض النظر على الجانب السياحي. إذا طورنا المدرسة هذه وطورنا المساحات نتاع تربية الخيول وطورنا الجانب النباتي، يعني تكون فيها مساحات خضراء حول المدرسة، وتكون فيه ديزيكوري نتاع الخيول موجودة ليزيكوري في تيارت، لكن نطورها ونعطي لها طابع جمالي. والصورة هذه هي الصورة قبل ما المشتري أو المستثمر يأتيك من كندا ولا من بريطانيا، قبل ما يجيك الجزائر يقتني الحصان والخيل تيارتي أو يأتي للسياحة، لازم احنا الصورة هي اللي تروح لعنده، الصورة هي اللي تروح تجيبه. إذن هذا هو الهدف من تطوير هذا القطاع هذا في ولاية تيارت. وتيارت يعني التقاليد نتاعها في هذا الميدان ضاربة أطنابها في التاريخ، يعني تقاليد قديمة جدا، وهي أولى بأن تكون لها يعني ريادة في هذا الميدان، أولى من دول كدول الخليج أو أي دولة في أوروبا. ممكن احنا اذا كانت عندنا طموح خاصه لدى الاطار تيارتي، لكن كان الطموح
ممكن نوصل إلى نتيجة كبيرة إذا عرفنا كيف نستغل هذا الرصيد الجامعي، هذه الجامعة في تطوير صناعة الخيول، نقولها بهذا الشكل، صناعة الخيول نطورها، وممكن تكون إضافة جديدة نوعية وتزيد في التنويع نتاع الصادرات الداخلية بالنسبة للوطن، والتنويع نتاع اللوفر العرض في ميدان السياحة. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.